مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الزمان اغتيال ضابط مسؤول عن مكافحة الفساد في العراق. في العربية الجديدة، العراق تحقيق أمني بعد العثور على صواريخ جراد في بلدة حدودية مع سوريا. في القدس العربي، نائب عن ائتلاف دولة القانون، هناك نوايا لتأجيل انتخابات العراق. في الخليج العربي، مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في الأقصى وغارات ليلية على غزة. في الشرق الأوسط، تلميح حوثي لإجهاض مساعي السلام والتمسك بخيار الحرب. في البيان الإماراتية، سعد الحريري يقول إن الاعتذار عن تشكيل الحكومة خيار مطروح. وفي الجزيرة نت، التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية. قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن هناك فرصة لكي يتحقق السلام في العراق وتبنى الدولة الفاعلة، مع أن ثمن الفشل سيكون الفوضى. وأضافت المجلة في افتتاحيتها أن العراق مضى منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 من حرب أهلية إلى أخرى، واليوم وهو يحضر للانتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل، فإن الخطوة الرئيسة في بناء دولة فاعلة في العراق تبدأ بهزيمة الميليشيات. المجلة قالت إن حصة الميليشيات من الميزانية زادت من 1.3 تريليون دينار عراقي في 2018 إلى 3.5 تريليون عام 2021. وينفق العراق اليوم نسبة 2% من الناتج المحلي العام على القوى المسلحة غير الرسمية، أي أكثر مما تنفقه معظم الدول على قواتها النظامية، وهذا لا يشمل الأموال التي تجنيها الميليشيات من التهريب والابتزاز. وترى المجلة أنه يجب على الدولة استعادة السيطرة على الإقطاعيات الكثيرة التي أقامتها الميليشيات، وعليها أن تدمج عددا من المسلحين في الجيش العراقي وتحت تسلسل قيادي وحل الفصائل أو إحالة أفرادها على التقاعد. وأشارت المجلة إلى أن هذا سيكون مكلفاً للغاية وخطيراً، فمن دعا لحل هذه الميليشيات قتل وصفي، ولكن البديل سيكون أسوأ، فهناك قادة في الميليشيات يحاولون تقليد مثال الحرس الثوري الإيراني، وهو القوة الفاسدة التي تسيطر على اقتصاد إيران وتتلقى أوامرها من المرشد الأعلى للجمهورية. وتحدثت المجلة عن اعتقال الحكومة أحد زعماء الميليشيات المتهم بقتل الداعين لمحاربة الفساد ووقف التأثير الإيراني في البلاد ثم الإفراج عنه، وكان تذكيرا محزنا لضعف الدولة. فاعتقال الأمن لقاسم مصلح ثم إطلاق سراحه بعدما هاجم أتباعه المسلحون المنطقة الخضراء كان صورة عن رغبة الحكومة تجنب المواجهة. وتختتم المجلة بالقول إن العراقيين يتساءلون عن أهمية الانتخابات والحكومة المنتخبة، وإن كانت تملك سلطة في بلد الصوت العالي فيه للقبائل والميليشيات والدول الخارجية. في العراق، هناك الآلاف من ملفات الغدر والموت المدهشة التي كتبت بمداد دماء الأبرياء، وقد سجلت الغالبية العامة من هذه الجرائم ضد مجهول أو سجلت، ولكن الحقيقة المؤلمة أن القاتل أو الإرهابي ليس مجهولا، بل هو المتسلط المالك لأدوات القوة. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 أن هنالك مزاجية كبيرة
في التعامل مع الدم العراقي وتركيز على جانب من الكارثة وتجاهل متعمد لبقية أطراف الكارثة وضحاياها. من يريد أن يتباكى على دماء بعض العراقيين يجب أن يتذكر جميع المجازر التي ارتكبت في البلاد، ومنها المجازر التي أعقبت تفجير المرقدين في سامراء نهاية شباط فبراير 2006، ويذكر المذابح الرسمية التي وقعت في ديالى والحويجة وغيرهما من المدن قبل أن نصل إلى مرحلة مجزرة سبايكر وما تلاها من مجازر بشعة في الموصل والأنبار وغيرهما، والتي لم يعرف مصير الضحايا فيها حتى اليوم، والذين تمت تصفيتهم في وضح النهار وأمام أنظار بعض الأجهزة الرسمية ومن قبل فصائل محددة من القوى الشريرة الطائفية. تنامي ردود الفعل بسبب مجزرة سبايكر دفع بعض أهالي الضحايا لقطع طريق بغداد تكريت يوم الاثنين الماضي، واعتدوا على أي سيارة تحمل لوحة محافظة صلاح الدين ومنعوها من دخول بغداد، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا. وقد أكدت العديد من المراكز المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وغيره وجود أكثر من 8000 شخص مغيب منذ عام 2014 في مدينة الموصل، وأكثر من 15000 آخرين في محافظة صلاح الدين، وما لا يقل عن 2000 مغيب في ديالى، وأكثر من 3000 ضحية في الأنبار. ويرى جاسم الشمري أيضا أن مزاجية التعامل الرسمي السياسي والإعلامي مع دماء المغدورين على أساس المذهب هي جزء من المؤامرة على الوطن والإنسان. فمتى تستوعب الحكومات بأنها يفترض أن تكون فوق الطائفية وأن تكون لكل المواطنين؟ منعت قوات الأمن محاولة عصابات في تدمير نصب مؤسس بغداد الخليفة أبو جعفر المنصور في كرخ بغداد بعد أيام خرج علينا أحد شيوخ الشيعة الإيرانيين مهددا بدعوته إلى تدمير جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، واصفا إياه بأبشع الصفات. سيارة الجميل يرى في صحيفة العربي الجديد أن بال نظام السياسي العراقي الحالي لن يهدأ إلا بتدمير معالم العراق الحضارية المرتبطة بتاريخه الزاهر، نظرا إلى ارتباط النظام بنهج الغلو والثارات الذي تقوده إيران. بدأت هذه المحاولات منذ احتلال العراق 2003، إذ دمرت عدة نصب مثلت رموز العراق في التاريخ، ومنها تمثال المنصور نفسه وغيرها، وقد أعيد إصلاحه، وغدا ساحات النصب مأوى للنفايات والقاذورات. هكذا ستبقى الهجمة مستمرة ضد كل الرموز حتى تدميرها بالكامل، ويستزداد العراق انقساما اجتماعيا وتاريخيا، إذ كان منقسما منذ أكثر من 1000 سنة، ويصل الغلو المذهبي والطائفي إلى أقصى مراحله في أزمنة ثم يخمد في أخرى، وهو السبب الحقيقي الذي جعل العراقيين غير منسجمين أبدا فيما بينهم، كونهم غير موحدين في الرؤية إلى تاريخهم ورموزه، والتاريخ عند أغلبهم قد تحول إلى عقيدة يغالون فيها كثيرا على حساب العقائد الأخرى، ولا يمكن لأي طائفة قيد لها الحكم البلاد أن تمارس غلوا وتعصبا ضد الطرف الآخر وإقصائه ومحو رموزه وتجاهل منجزاته وكسر إرادته، ولا يمكن تصدير الغلو الطائفي إلى العالم الإسلامي والعالم كله بوسائل استفزازية وفي مناسبات لا تعني شيئا بالنسبة للعالم، كما أن العراق ليس ملكا أو عقارا مسجلا باسم طرف واحد كي يتصرف به على هواه، فهو ملك لكل أهله، وعلى العراقيين جميعا احترام رموز أحدهم الآخر وأماكن عبادتهم وعتباتهم. ويختتم الكاتب بالقول إنه سواء اتفقنا أم اختلفنا في طبيعة حكم المنصور أو في طبيعة وجود مذهب أبي حنيفة النعمان أو غيرهما،
فقد كان لأولئك تاريخهم وقوة منجزهم، ولم تزل آثارهم راسخة في مجتمعاتنا. فليس من السهل أبداً أن تفرض إرادتك لمحو رمزيتهم من الذاكرة التاريخية. رغم القناعة التامة بأن منهجية الطائفية لم تختفي من العراق ولم تطفأ نارها، فإن الاتجاه السياسي الذي تسلكه حكومة بغداد بدت منهجيته قاصدة للانتقام من المبدأ الذي استند عليه شباب الحراك الجماهيري حينما عبروا عن مقاصدهم ومواقفهم انطلاقا من أرضية دفنت تحتها الطائفية ومنظومة المحاصصة التي يقوم عليها النظام السياسي. جاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن ما تفعله السلطات منذ أسبوعين هو محاولة رد اعتبار لقدسية الطائفية عندها التي لا تحيا إلا بها. الذي يلفت الأنظار مجدداً إلى المساعي المعوجة للنظام السياسي في العراق، ما حدث في بغداد من مواقف وتحريض طائفيين وتحركات مشبوهة تورطت بها ثلة من المرتزقة وبعض المغرر بهم، استردتهم الميليشيات وأحزاب السلطة الراضخة لإرادة طهران بدعوى إزالة مجسم يوثق خليفة المسلمين أبي جعفر المنصور باني بغداد ومؤسسها قبل 13 قرنا، ونوايا هدم مسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فضلا عما تشهده مناطق أحزمة العاصمة لا سيما الشمالية منها من اعتداءات على الأهالي والمدنيين. محافظة صلاح الدين القادمين لبغداد تحت مظلة فرية الثأر من حادثة سبايكر 2014. ومن الجدير النظر إليه أن جرائم الاعتداء الطائفية الأخيرة التي استهدفت مواطني محافظة صلاح الدين لدى اقترابهم من بغداد، وهي شبيهة بما كان يحصل لأبناء الأنبار القادمين إلى العاصمة من إساءة وتجريم تفضي إلى اختطاف وتغييب، جاءت بعد بضعة أيام من تبجح رئيس مجلس النواب أثناء خطابه في ملتقى نظمه للترويج الانتخابي بأنه سيقسم ظهر كل من يمس محافظاتنا وأهلها. فجاءه الرد الطائفي صريحا وسريعا، لكنه لم يجرؤ على التعليق مجددا ولو بمجرد ظاهرة صوتية شبيهة بتلك التي لم يمر عليها أسبوع. الكاتب يضيف أن الطائفية السياسية نواة بقاء النظام المحظي بالدعم والتأييد دوليا وإقليميا، لأنها مظنة الفوضى ومولدت حالة عدم الاستقرار، وهذه الفوضى هي المقصد الرئيس الذي تعمل القوى المتشاركة في الاستيلاء على العراق على استمراره، فهو يمهد لها وسائل التنقل بين مرحلة وأخرى تبعا لمستوى المصالح والمنافع. ولأن الأمر كذلك، صار مرام تلك القوى أن تبقى العملية السياسية حية حتى ولو كانت تسقى بماء آسن. وصف بعض الاقتصاديين النظام المالي في لبنان بأنه خطة احتيال منظمة، حيث كانت الدولة تقترض المال لتسديد أموال مستدانة سابقاً. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن القوى اللبنانية لم تكتفي بتخريب بلادها، بل شاركت أيضاً في حماية النظام السوري من السقوط من خلال تهريب شاحنات الطحين والنفط إلى سوريا، بحيث تخسر الميزانية اللبنانية واللبنانيون هذه المواد المدعومة لصالح نظام شارك على مدى عقود في قمعهم. في هذا الجو القيامي الذي يتهدد بانهيار البلد بأكمله، يتركز مشهد الصراع السياسي الحالي في لبنان على محاولة الرئيس ميشيل عون ضمان تركيبة يسيطر بها على الحكومة المقبلة ليضمن تعويمها أو الانقلاب عليها لتأمين توريث صهره جبران باسيل الرئاسة من بعده. وكانت آخر فصول هذا الموضوع إعلان الاتحاد العام للعمال في لبنان تظاهرة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، وهي تظاهرة شاركت فيها الأحزاب المتنازعة على الحكومة والسلطة وعلى دولة تنهار وبلد يتلاشى، وهو ما جعل اللبنانيين
يعلقون على تلك الاحتجاجات بالقول إن النظام يتظاهر ضد الشعب. ولكي تزداد الكوميديا السوداء كلاحة وإظلاما، كان لافتا إعلان السلطات اللبنانية عن إحباط تهريب مليار دولار مزيف من لبنان إلى تركيا، وضبط شحنة كبيرة من حبوب مخدرات الكبتاغون معدل التصدير إلى السعودية. وهذان الحدثان لا يتعلقان بشؤون المافيات والعصابات فحسب، بل بشؤون السياسات الإقليمية أيضا. فلم يمر وقت طويل منذ إعلان الرياض عن وقف استيراد منتجات من لبنان بعد اكتشاف شحنة كبيرة مشابهة من المخدرات محشوة في صناديق الرمان. كما لا يخفى أن موضوع الكبتاغون مرتبط أيضا بتدبير الشؤون المالية للنظام السوري الذي صار شريكا أكبر لمافيات سياسية لبنانية في اقتصاد المخدرات والتهريب والعملات الزائفة. الصحيفة تشير إلى أن أغلب قادة السفينة اللبنانية غير مهتمين بغرقها الموشك، فهم الذين عملوا بكل جهدهم لهذا الغرق. لعل بعضهم إذا اضطره الأمر سيعود إلى البلد الأجنبي الذي قاتل من أجله. وإذا لم تأتي تحويلات مالية جديدة لسرقتها ولم تعد عمليات المخدرات والتزييف تنجح أو انتصر خصومهم عليهم، فسوف تأتي الطائرات لأخذهم إلى تلك البلاد التي تهمهم أكثر من بلدهم. سلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على الانتخابات الرئاسية في إيران، وقالت في مقال لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور إن النظام الإيراني سيواجه أزمة شرعية نتيجة الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات وسيطرة المتشددين على الحكم في المرحلة المقبلة. الكاتب يرى أن الانتخابات الرئاسية الحالية ستسجل نقطة تحول في تاريخ إيران، أزمة شرعية أساسية للنظام، إذ انخفضت نسبة الإقبال التي تغذيها خيبة الأمل إلى أقل من 50% بحسب ما نقل الكاتب عن خبراء بارزين. ووفقا للكاتب، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى 40%، مع ابتعاد الذين خاب أملهم من جميع السياسات والمعارضين للنظام عن التصويت. ويشير الكاتب إلى أن الخوف من ضعف الإقبال دفع المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الدعوة إلى إظهار القوة في صناديق الاقتراع، قائلا إن ذلك سيخفف من الضغوط الخارجية على البلاد. ونقل الكاتب عن صادق زيبا كالام أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران قوله إن النظام دافع عن نفسه على مدى العقود القليلة الماضية من خلال الإشارة إلى الإقبال على التصويت باعتباره دليلا غير مباشر على الدعم وكنوع من الاستفتاء على النظام الإيراني القائم. وكان زيبالاكام قال سيشكل هذا نقطة تحول لأن الأغلبية لا تشارك في الانتخابات، وهذا يعني أن الأغلبية لا تدعم النظام بعد الآن. هذه هي النقطة الحاسمة في هذه الانتخابات. الصحيفة نقلت عن روكسان فارمان فارمايان المحاضرة في جامعة كامبريدج قولها لقد عرفنا دائما أن هذه ليست انتخابات حرة بسبب اختيار المرشحين، لكن هذا الاختيار يعكس دائما المجموعات المختلفة داخل الحكومة. هذه المرة لا يحدث ذلك ويعكس رغبة المتشددين في السيطرة على الحكم. أعاد عدد من أفراد شعب دولة بيرو في إقليم كوسكو بناء جسر معلق اسمه كيشواشاكا، والذي يزيد عمره على 500 عام ويعود لحضارة الإنكا، مستخدمين تقنيات نسيج تقليدية بسيطة بمجموعة خيوط. وتم استخدام الجسر لأكثر من 500 عام لربط المجتمعات التي يقسمها بين ضفتي نهر أبروماك، ويبلغ طوله 30 متراً. ولكن خلال جائحة كورونا تضرر بشكل كبير وسقط وانهار في شهر آذار الماضي. واعتمد الأشخاص الذين شاركوا في إعادة بناء الجسر اعتمدوا ذات الأسلوب الذي طبقه أجدادهم الإنكا،
واستعملوا نفس المواد التي كانوا يستخدمونها في شبكات الطرق التي اشتهروا بتشييدها. الجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو اعترفت في عام 2013 بالتقاليد والتراث المرتبط بجسر كيشواشاكا باعتباره تراثا ثقافيا غير ملموس للبشرية. نلقي نظرة على الكاريكاتير. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، دائما كونوا في أمان الله.